بالقحطاني زميلنا. الحين راح ننتقل وياكم الى فقره التغذيه اللي عودناكم عليها في كل يوم اربعاء، واليوم الموضوع اللي راح نتكلم عنه هو موضوع الكرش، مع ان في كثير من الامثال العربيه القديمه تمجد الكرش وتقول انه هو رمز الوجاهه، وايضا المنحوتات القديمه الرومانيه كانت رمز الجمال المراه المكرشه، لكن هذا احنا قاعد نتكلم عن الجمال، احنا نتكلم عن الصحه، والحين طبعا في زمن القص واللزق هذا صار ما في شيء اسمه كرش، فاكيد لها وجهه نظر في الكرش الصحي. اكيد مع الأستاذة سمية الإبراهيم اختصاصية تغذية علاجية. صباح الخير. صباح النور منيا. مثل ما قلتي ترى قبل كان تشوفين الناس الأغنياء هي اللي الناس اللي على قولتك الكرشة والناس اللي وزنهم زايد، لكن الحين الآية اختلفت، فتشوفين بالعكس. الناس اللي هم المدراء واللي مهتمين ب أو اللي عندهم بزنس والسياسيين دائما يكون عندهم مثلا بيرسونال ترينر، يكون عندهم شيف بالبيت يحافظ إنه أو يحرص إنه يكون مظهرهم لائق، لأن الشكل صار وايد مهم هذه الأيام، فاختلفت وجهتنا اختلفت تماما عن قبل. فموضوعنا اليوم عن الكرش، في وايد ناس متأزمين من السالفة هذه، شنو أسباب أن الواحد يطلع له كرش؟ يمكن الوقت ما راح يسعفنا وايد اليوم، بس على عجالة الأسباب الرئيسية لبروز الكرش، أول شيء اللي هو النظام الغذائي الخاطئ، ويمكن هني تشوفين منيا أنا حاطة الأشياء اللي هي تطلع كرش بسهولة أو بسرعة، للأسف الأشياء اللي احنا نستهلكها بشكل يومي وتشوفين متوفرة بالسفرة اليومية. فالكورن فليكس الحين الأطفال يوميا قاعد يمرون علي العيال ياكلون الكورن فليكس هذا قبل المدرسه اللي هو عباره عن كاكاو، فما منه اي فائده، وبالعكس السكريات اللي موجوده فيها بسرعه تخلي حتى كورن فليكس الذره، حتى كورن فليكس الذره هذا اللي ضايفين له سكر، فهو بالنهايه مصدر سكر ومصدر كربوهيدرات سريعه. صحيح. الكربوهيدرات اللي تمتص بسرعه بالجسم مثل اللي موجوده هني الفطاير، الكرواسان، الكيك، المعجنات، نوع السكر هذا بسرعه يتخزن في البطن. فكثر ما احنا ناكل كربوهيدرات خلينا نقول سريعه او كربوهيدرات بسيطة، كثر ما كان تخزينها في منطقة البطن أكثر، وبالتالي تسبب اللي هو بروز في هذه المنطقة. نعم. المخاطر موجودة في الكرش، لأن أو إن لما الواحد يكون عنده كرش، لأن الدهون متمركزة في أماكن جدا مهمة أو في أعضاء مهمة بالجسم مثل الكلى، مثل القريبة من القلب، قريبة من البنكرياس، فتشوفين قاعد يضغط على هذه الأعضاء، وممكن أن تسبب اللي هو بعض الأمراض مثل السرطان مستقبلا لا سمح الله، أو مثل الإصابة بالنوع الثاني من السكر، زيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب. وجود الدهون هذه لو تشوفين هني الصورة، في نوعين من الدهون منية، في دهون موجودة على طول ورا الجلد اللي تشوفين ممكن الواحد يمسك بطنه يحس فيها ويقدر يتشوسها بعد، هذه دهون موجودة على طول بعد الجلد، هذا اللي يشيلونها اللي هو اللايبوسكشن أو بشفط الدهون، هذه الدهون اللي تنشال. في دهون مستحيل تنشال اللي هي موجودة بين الأعضاء مثل موجودة هني بالصورة، فالموجودة الأصفر، فهذه ما أدري إذا يبين هني اللي على طول وراء البطن، هذه الدهون اللي هي على طول وراء الجلد، هذا اللي ممكن انها تنشال بالعمليات اللي يسوونها، لكن اللي موجوده داخل بين الاعضاء هذه الخطوره اللي تتمكن فيها اللي يسمونها الفيسرال فات، او الدهون اللي موجوده ما بين الاعضاء. فتشوفين يمكن حتى لو اي احد يدش جوجل ويشوف كميه او انه يكتب فيسرال فات، راح تشوفين قلب ممكن سليم وقلب متروس شحم دهون. ليش؟ لان الدهون تغطي الاعضاء هذه وبالتالي تؤدي الى الامراض مستقبلا. خلينا نتكلم عن النظام الغذائي. فاول شيء الواحد عشان يتخلص من الكرش يشيل اللي هي المصادر الكربوهيدرات السريعه، من اهمها العصير، حتى العصير الفريش ليومك انسى الان منيا ان العصير الفريش يصير ناخذه ولا لا، بديل ناجح ما يعتبر اختيار موفق أكيد. ابدا طبعًا. حتى حق الناس اللي قاعد تسوي دايت وان كان فريش وبالخلاط وكل مكوناته، اذا احنا هني حفظنا هذا الشيء خلاص ان الناس والله برا الحين قاعد انسى الان منيا. نعم. خلينا نيجي على النظام الغذائي للتخلص من الكرش. فالشغله الاولى قلنا الكربوهيدرات احنا نقللها، الترند اللي صاير الحين او الدراسات اللي قاعد تأيدها الحين ان نزيد من الدهون المفيده، الدهون المهدرجه اللي موجوده بالكرواسان، موجوده بالسمنه النباتيه، هي اللي تؤدي الى تخزين دهون اكثر في المنطقه هذه وبالجسم كله. اما الدهون المفيده مثل الدهون الغير مشبعه اللي موجوده في الافوكادو، موجوده في زيت الزيتون، زيت جوز الهند يعتبر من افضل وافيد الزيوت اللي الواحد ممكن يستهلكها، ممكن حتى نعرضها لدرجه حراره اثناء الطبخ، فزيت جوز الهند بالضبط، زيت جوز الهند وايد يعتبر مفيد، ايضا مصدر سريع للطاقه حق الناس اللي دائما يحسون ان طاقتهم نازله، زبده الفول السوداني مصدر ممتاز للدهون المفيده، الزيتون، المكسرات، طبعا مثل ما ذكرت الافوكادو، واستبدال الكربوهيدرات اللي هي سريعه الامتصاص اللي هو الكربوهيدرات البيضاء او الخبز الابيض والمعكرونه البيضاء باللي هو المعكرونة
المعكرونه السمره او المخبوزات السمره، لكن حق النظام عشان نقلل من الكرش او تمركز الشحوم في المنطقه هذه نحتاج وايد نقلل من الكربوهيدرات وان كان مصدرها طبيعي. فيعني الصبح لو ناخذ بس هذه الكميه او الصمون ونحط معاه اللي هو نحط معاه البيض او زبده فول السوداني او زيت زيتون مع زعتر او لبنه قليله الدسم مع زيت زيتون مع الزيتون او مع افوكادو، ان مصادر دهون مفيده. وبالعشاء ما له داعي نستهلك اللي هو خبز مره ثانيه، فبالعشاء ممكن يكون استهلاكنا كربوهيدرات او نوع كربوهيدرات مختلف مثل البقوليات، فالفول او الحمص. الايدامامي ايضا يعتبر اختيار موفق، قليل بالكربوهيدرات عالي بالبروتين. والغداء ممكن بدل ما نستخدم عيش، ايضا العيش من المسببات الرئيسيه مسبب رئيسي اللي هو بروز الشحوم او ظهارها في منطقه البطن. ممكن نستخدم الخضار النشويه مثل البطاطا الحلوه، مثل البطاط العادي، مثل القرع. البقوليات هم ممكن نستخدمها شوربه العدس على الغداء. ففكره اللي هو النظام ان الواحد يتخلص من الكرش او البطن هذا، اول شيء تكون في النظام الغذائي مثل ما انا ذكرت. ثاني شغله لازم نقلل الستريس او التوتر. التوتر بحد ذاته منيا يفرز هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول هذا مسؤول عن او يساعد في انه يخزن دهون اكثر في منطقه البطن. في الناس اللي عند حياتهم وايد ستريس تلاقيهم معرضين اكثر انه يصير فيهم او يكرشون او يصير عندهم هو تمركز الشحوم في منطقه البطن اكثر من غيرهم. صحيح. تقدم العمر هم يلعب دور، لان مع تقدم العمر بعد عمر خلينا نقول 30 يبدي البروسس هذا، لكنه يزيد اكثر في بعد ال 40. يمكن عندنا صوره هنا على الهواء مثل ما انا ذكرت اللي هو شلون الشحوم موجوده. لو تشوفين الامعاء هنا بالضبط، يعني هذه جزء من اعضاء الجسم. الجسم السليم اللي ما في زياده بالوزن فيكون تكون الامعاء ممتازه ما في بينها دهون، اما الجسم اللي عنده كرش. طيب استاذه سميه، يعني اللي عنده هذه الدهون شلون يقدر يتخلص منها؟ لازم ينزل وزنه في الطريقه الوحيده. يعني اذا نزل وزنه ممكن يتخلص منها؟ اكيد. فلما ينزل الوزن، عشان كذي نزول الوزن، ممارسه الرياضه، في انواع مختلفه من الرياضه يعني تستهدف اكثر اللي هو تمارين او ان التخلص من الشحوم في المنطقه هذه. طريقه القياس الحين احنا التوجه حتى في عالم التغذيه والصحه ان احنا نحرص اكثر على ان الواحد يقيس اللي هو قياس مقاييس جسمه، ولا انه بس يوقف على الميزان. الميزان منيا ما راح يقول يخدع. صح. فممكن الواحد ترى يسوي دايت ويسوي رياضه ويوقف على الميزان يشوف انه وزنه ثابت، ما يشوف واكتئاب وراح يرجع يخربط اكثر من قبل. لكن لما يمشي على القياسات يشوف انه والله فعلا قاعد تفرق. فشلون الواحد يعرف انه محيط الخصر عنده سليم او لا، او هل هو عنده تمركز الشحوم هذه يؤدي الى الامراض مستقبلا ولا لا؟ اللي هو بالمتر. كل بيت لازم يكون عنده متر. وجود المتر في البيت وايد اهم من وجود الميزان. فوين ان احنا نقيس مثل ما موجود بالصوره بالضبط فوق اللي هو السره، اللي هو يكون فوق عظمة الحوض. ما ينفع نقيس على عظمة الحوض، بالضبط فوق عظمة الحوض. والنسبة الطبيعية للرجال 94 سنتي أو أقل لازم يكون محيط الخصر، وللنساء مفروض ما يتعدى 80 سنتي. للأسف أغلب الناس معدينة بسهولة، لأن غالبا الناس بسهولة يزيد. طبعا مكان تخزين الدهون من شخص لشخص يفرق، يختلف على اللي هو الجينات او العامل الوراثي. فتلاقين في ناس بسهوله يطلع لهم بطن، في ناس لا والله بالارداف، في ناس لا بالزنود او بالظهر. فكله يعتمد على العامل الوراثي. فلو واحد كان عنده عامل وراثي انه ابوه او اعمامه عندهم كرش، فتلاقين هو لما يزيد وزنه اول شيء راح يزيد في منطقه البطن هذه. فوجود اللي هو المتر، الريايل مره ثانيه عشان ما ينسون 94 سنتي هو الماكسيمم. اما بالنسبه حق النساء 80 سنتي. لما تزيد اللي هو لما يزيد محيط الخصر، فتلاقين نسبه اللي هو او خطوره الاصابه بالامراض مثل ما ذكرت، نوع ثاني من السكر والجلطات وامراض القلب والسرطان تزيد بزياده الشحوم في هذه المنطقه المهمه من الجسم. نسال الجميع ان شاء الله العافيه، وشكرا جزيلا على وجودك ويانا استاذه سميه الابراهيم، اختصاصيه التغذيه العلاجيه. ووصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت. نترككم مع بقيه برامج تلفزيون الكويت. مع السلامه.